كما قلت لكم هاد لا مارك غادي تستعملوها للمناسبات الا بغيتوا تحطوها فوق القفطان مفتوحه واذا بغيتوا تخليوها هكذا راه كتخليوها هكذا وكتنفع فيها لا مارك ديالها والشكل ديالها كيجي زوين كعمليه كتلبسيها بالنهار وكتلبسيها حتى في المناسبات اذا بغيتي ديري لها الفولار ديالها والايفازي ديالها غزاله وزوينه كتجي غزاله. بونجور بونجور البنات صافا لاباس عليكم واش اخباركم كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير كنسلم عليكم بزاف وكنقول لكم صباح الخير وشكرا لكم لدعم هذه القناه وشكرا لكم لتعاليقكم الزوينه وباش تكملوها غادي ديروا بارطاج وديروا لينا لي لايك وتخليوا لينا كومونتير زوين بحال دائما. اليوم جينا لكم بموضوع العبايه اللي هي عبايه الدنيا عبايه والسكن ان شاء الله باذن الله. شوفوا هاد لا مارك اللي جبت لكم كتجي غزاله في العبايه وكتجي في العبايه وكتجي في كل شيء وشوفوا ستايل ديالها شحال زوين كتنزل بالحجيرات كتنزل بالعقيق هاد لا مارك زوينه حتى هي كتجي مطبوعه لا بوند ديالها في الكميمات وكتجي الفي ديالها حتى هي غزاله شوفوا كامله نازله بالحجيرات هانتوما شفتوا الشكل ديالها شحال زوين كتجي الا بغيتي تخليها مفتوحه ولا حتى بغيتي تلبسيها سبور راه كتجي حتى معجله كاينه هاد لاماغك هادي حتى هي يا راكم عارفينها راه كتجي مطبوعه هنايا في الكميمات دابا الشعر مكيبانش لنا مزيان هيا كتجي مطبوعه في الكميمات هنا وهنا وكتجي كاملة على هاد لا مارك هادي حتى هي الفصالة ديالها زوينة التوب ديالها زوين خفيف ديال العباية مكتكملش لا فورم ديالها زوينة كتجي هادي العباية التانية حتى هي بسنيسلة إلا بغيتي تلبسيها مفتوحه راه تخليها مفتوحه الا بغيتي تلبسيها مسدوده راه تقدري تخليها مسدوده التوب ديالها طايح وبارد وزوين وينفعنا في رمضان غادي ينفعنا حتى في المناسبات تقدري تحطيها فوق القفطان ولا شي حاجه باش تدخلي بها كاين هادي هادي كبيره عليا لانه فيها غير الطايات الكبار فالكرون طاي هادي كتبدا من 3XL فيها غير الطايات الكبار شوفوا ما شاء الله هادي جلابة عباية حتى هي عندها سلسلة كعشي شوف الداخل عندها سلسلة كتجي لداخل حتى هي بسلسلة وحتى هي غادي تنفعكم في المناسبات وحتى في الخريجات هكا الخفيفة ديال رمضان ولا شي حبوة ولا شي حاجة لأنه هادي غادي لها عدة استعمالات حتى هي فيها الحجيرات في الكميمات يعني هادي تقدري تلبسيها وتخرجي بها وميم طون غادي تقدري تحضري بها الا كنتي عندك شي نهير خفيف هكذا غتقدري تخرجي بها وميم طون راه هي بالضبط كتلبس الجلابه عبايا شوف البيل ديالها حتى هي صغار هادي جلابه عبايا هادي فيها لي طاي كبار الربعة والخمسة هي ما بين الدوبل والتروا اكس ال الثمن ديالها حتى هو زوين غير نخلي لكم في المونتاج السلسله ديالها راه لداخل ما كتبانش ولا راه سلسله خارجه داير لها هاد ستايل زوين لان السلسله كتغطى ما كتبانش واش هي كامله مسدوده ولا بسلسله عندها هاد الحجرات زوينين وكيلمعوا فيهم واحد اللمعان خفيف ماشي شي حاجه مشارجه هادي عبايه هادي عبايه ديال الدوبل طروا اكس ال هادي عبايه ديال الجيل بغيتي تخليها مفتوحه كتلوحها عليك كتخليها مفتوحه هذا رمضان دابا تلبسها سبور كتلبسها بغيتي تلبسيها مع الحزام حتى هو كديري لها الحزام ديالها فيها هاد البغوش هكذا خفيفه وفيها هاد لابوند هكذا كتجي على هاد الشكل حتى انا لبست هاد المقاس كبير دونك كاينه هادي فيها حتى هي الكميمات كتجي زوينه والستايل ديالها زوين كاين هاد الشكل في المفتوحة كتجي غزالة فيها غير هاد لابوند هاكا بجنب وحدة وهاد الجنب تيكون خاوي مفيه تا شي حاجة في لابوند وحدة هنايا حتى هي بالحزام ديالها وسامبل فيها لي طاي صغار وفيها حتى لي طاي كبار تبدا من ال حتى الدوبل اكس ال
شوفوا هاد لابوند كتجي نازله كامله غير في جنب واحد باش تجي هنا بلاصه الحزام. كديروا هنا الحزام كيبقى غير هاد لابوند اللي نازله هاد الجهه ما فيهاش فيها بوند وحده اللي كتجي هذا ستايل اخر جديد تاعي. كاينه هاد العبايه اللي كتجي مع هاد لا مارك هادي ها هي فغي بغوش هكذا وكتجي مفتوحه حتى هي يا كتلبس في رمضان كتلبس في الخريجات هكا كتلوحي عليك فوق اي حاجه كتقدر تلبسها. وعندي هاد السيكان هادو اللي هاد لا مارك زوينه كنحفق عليها حتى هي كتواجد عندي في المحل. شوفوا ما كدايره فيها كاليتي زوينه فيها هاد السيكان كيجي طويل ولا كيجي قصير على هاد الشكل كتلبسي على جوج تشكيلات. كنحماق على هاد لا مارك ديما كناخذها عزيزه عليا داكشي علاش جبتها عندي البيت. كيجي حتى هاد السيكان كيجيو مع العبايه زوينين حتى هاد لا مارك كنفضلها مع العبايه لانه كتمشي مع كلشي. كاين هاد الموديل البنات اللي كيجي غزال ستايل ديالو زوين وانيق وحتى الشكل ديالها زوين فيها هاد الساتان من هنايا واحد التوب غزال حتى هو كيلمع فيها هاد الشويشات في الكول كيجي الكول عادي فيها شويشات وفيها صديفه هنا كتجي الشكل ديالها من هنايا زوين ايفازي بزاف لتحت ديالها وحتى لتحت بعواد الافتتاحات فيها هذاك الديزاين اللي في الكميمات فيها هنايا بهذا الشكل ما كايناش افتتاحه ولكن كاين هذا الشكل هكا كتجي حتى هي سبور جاتني مع السباط غي حتى هي كتجي سبور وكتجي زوينه اللور ديالها سامبل ما فيها حتى شي حاجه وهاد السويكات عندي حتى هما في المحل شوفوا الشكل ديالهم شحال زوين ومخدومين حتى هما كيجي هكذا قصير مع العبايه انا وليت لكم غير السيكان اللي كيجيو مع العبايه وعندي السيكان سبور وكيجي هكا اذا بغيتيه طويل هكا أو لا هكا. هاد العبايه زوينه خفيفه ومبرده غادي تنفعنا في رمضان وحتى الشكل اللي دايرين ليها هنايا في هاد البليصه هادي دايرين ليها واحد الشكل زويون ومن تحت كتجي واحد فيها واحد لا فورم زوينه كتجي كلوش بزاف بحال الكسيوه وماشي ايفازي البنات وفيها طايات كبار. انا دابا كنلبس ال وجاتني هذه زوينه بالنسبه لرمضان راه غادي تجيكم مزيانه. كاين البنات هاد العبايه ديال شانيل الشكل ديالها كيفاش داير وانا راه ممنوع عليا نذكر لي مارك. السلام عليكم. ممنوع عليا نذكر لي مارك ولكن كنذكرهم دابا ماشي مشكل. دونك هذه دو بياس شوفوا مبغيتش نلبسها لانه فيها لباس بزاف. كاين التوب ديالها شوفوا التوب ديالها كي داير التوب ديالها زوين لتحت وكاين الفوق ديالها على شكل سلهام وعاد الشال ديالها حتى هو نفس العقيقات ومخدوم واحد شي حاجه غزاله. هذا الشال ديالها قداش كبير الشال ديالها كتجي على شكل سلهام وبندوره وعبايه نفس الوقت الخدمه ديالها غزاله هي كتجي اصلا رائعه في اللبسه كتجي واعره الا بغيتي تخليها مفتوحه راه كتخليها مفتوحه كيتبان ديك الكستيوه اللي لتحت او اذا بغيتي تسديها راه كتسديها وكلها منبته حتى الظهر ديالها منبت الباس ديالها تيوصل حتى لتحت. وبقات لينا هاد العبايه اللي كتجي على شكل كسيوه فيها واحد لافورم زوينه وكميمات حتى هما مجموعين ومخدومين نفس الشال ديالها مخدوم على واحد الطريقه ديال الكميمات الشال ديالها فيه هاد لابوند حتى هو دايره على حسب الكميمات ديالها والستايل ديالها زوين. هنايا فيها توب وهنايا التوب ديالها العبايه التوب ديالها غزال
باش تيجي مع العباية، كيجي زوين مع العباية وحتى مع الجليبات وحتى مع اي حاجة، حتى مع السبور. كيعجبني هذا الستيل، هذا كيحمقني، حتى هو مخدوم، الخدمة ديالو زوينة وحتى الثمن ديالو غزال، والستايل ديالو زوين، وحتى الكوبي ديالو كيكون مخدوم. ومرحبا بكم والف مرحبا، ان شاء الله مازال غادي نسالي ونلبس لكم القنيطرات، ندير لكم نهار واحد ديال القنادر. وهاد العبايه الرائعه راني ما صورتهاش لكم، ما لبستهاش، كتجي رائعه في اللبسه بالنسبه للبنات اللي كيديروا الفولاغ. راه هي يا واخا فيها واحد الكاش غزال الفوق، وكيجي داك الكاش حتى في الظهر نازل. شوفوا الخدمه ديالها من الظهر ديالها، الكاش فين نازل هكذا على هذا الشكل، كتجي غزاله في البيسه ديالها، فنه 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 بالشال ديالها، وكميماتها راه كيجيو قيبطين. بايا الغزاله اللي شوفوا كلها فيها الحجيرات كيلمعو. شوفوا الرشمه نازله في القدام حتى الظهر ديالها فيها لاماك ديال، فيها نفس الطبعة ديال لاماخت ديالها. شوف حنا من هنا هذا ماخت آخر، هذا تابع لدوك اللي صورت قبل، بس نسلاح تاعي